بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي الطلبة، أسعد الله أوقاتكم. سنأخذ في هذا الدرس عن البحث والتصفية، أما الاستعلامات سنأخذها إن شاء الله في درس منفرد. البحث هو عملية سهلة بسيطة، في عملية البحث عن أي معلومة نريدها داخل الجدول أو داخل المستند. الآن سنقوم بعملية البحث عن اسم أحد الطلاب من خلال النقر على زر البحث في شريط الأدوات في تبويب الصفحة الرئيسية. نختار على سبيل المثال البحث عن كلمة أمجد. الآن المعيار الأول البحث في الحقل الحالي، أم في المستند الحالي. في الحقل الحالي أي في الحقل الذي موجود به المؤشر. فإذا ضغطنا الحقل الحالي وتم البحث عن ذلك لا نجد كلمة أمجد، لأننا موجودين على نفس الحقل اللي هو مكان السكن. بينما في المستند كحالي، المستند الحالي، البحث عن التالي سنجد كلمة أمجد. المعيار الثاني هو مطابقة المطابق في أي جزء من الحقل، في الحقل الكامل بداية الحقل. في أي جزء من الحقل أي كلمة أمجد موجودة في أي جزء من الحقل، في الأول، في النصف، في الأخير. الحقل الكامل يجب أن تكون الكلمة المراد البحث عنها هي موجودة تماما كما هي موجودة في الجدول. على سبيل المثال إذا ضغطنا الحقل بالكامل فموجودين هنا، ثم البحث عن التالي لا نجد كلمة أمجد، لأنها يجب أن تكون متطابقة بكامل الجملة الموجودة في اسم الطالب. بينما إذا كتبنا أمجد عمر ثم البحث عن التالي سنجد كلمة أمجد عمر. نعم، بداية الحقل هنا إذا كتبنا كلمة مثلا عمر ونبحث عنها في بداية الحقل سيبحث عن كلمة عمر موجودة في بداية الحقل، بينما هنا عمر موجودة في ثاني اسم وليس في أول اسم. البحث التالي لم يجد كلمة عمر، بينما إذا كتبنا في أي جزء من الحقل سيجد كلمة عمر كما هو هنا موجود. البحث عن الكل لأعلى، أي أعلى المؤشر الموجود هنا، سيبحث من هنا أي في المكان الموجود بالمؤشر إلى أعلى الجدول، إلى أسفل من مكان المؤشر إلى أسفل الجدول، أم في الكل أي في كامل الجدول أو المستند الموجود به. مطابقة الأحرف هو فقط للغة الإنجليزية الكبيرة والصغيرة. الآن نأتي إلى ما يسمى عامل التصفية. يوجد عندنا نوعان من التصفية، التصفية حسب التحديد والتصفية حسب النموذج. نبدأ بالتصفية حسب التحديد. التصفية حسب التحديد نختار من هنا تصفية يساوي 67 لا يساوي 67 أو أصغر. لماذا اختار رقم 67؟ لأنه موجودين كما بالمؤشر موجود، لأن المؤشر موجود في حقل المعدل على القيمة 67. إذا اخترنا حقلا آخر على سبيل المثال هنا في التاريخ سيختار التحديد يساوي لا يساوي اختيار التاريخ الموجودين. يعني إذا اخترنا على سبيل المثال في حقل اسم الطالب وتصفية تحديد سيختار حسب القيمة الموجودة عندها المؤشر. إذا نريد أن نستخدم المعدل على سبيل المثال نختار يساوي لا يساوي أصغر من أو يساوي أكبر من يساوي، نختار على سبيل المثال أكبر من أو يساوي 65، سيختار الطلاب الذين معدلهم فوق أكبر من أو يساوي 65، بين 70 و 75. اختار الطلاب الذين معدلهم بين 70 و 75. تبديل عامل التصفية. الآن نأتي إلى النوع الثاني من التصفية، التصفية حسب النموذج. نريد أن نختار التصفية حسب النموذج، خيارات متقدمة، تصفية حسب النموذج،
نختار على سبيل المثال هنا رقم الطالب، رقم معين أو رقما آخر على سبيل المثال، وخيارات متقدمة تطبيق عامل التصفية سيختار لي الرقمان اللذين اخترتهما قبل قليل. مسح عامل التصفية الذي اخترناه قبل قليل، نختار عامل تصفية جديد، خيارات متقدمة، اختار تصفية حسب النموذج، اختار على سبيل المثال المعدل 65 من كان السكان في إربد، وخيارات متقدمة تطبيق عامل التصفية. نعم، اختار لي هذا الطالب. لاحظ هنا عاملي التصفية فقط على الحقلين اللذين اخترنا فيهما عوامل التصفية. لإزالة عامل التصفية أمسح كافة عوامل التصفية. هنا أعزائي الطلبة نكون قد أنهينا بحمد الله مهارتي البحث وتطبيق عوامل التصفية بالتحديد والتصفية حسب النموذج. إن شاء الله في الدرس القادم سنأخذ الاستعلامات.